أزمة اقتصادية طاحنة، الدولار عدى 60 والذهب سافر فوق 3500، البلد وضعها صعب جدا. احتياطي مصر الحقيقي تقريبا يدوب 7-8 مليار، الباقي ودائع. أنا مش هجيب حاجة من عندي، اتفضل آدي احتياطي النقد بتاعك يا سيدي طبقا لمصادر البنك المركزي. 35 مليار كل اللي عندك من الدولارات من العملة الأجنبية، 28 مليار منهم ودائع، 7.2 مليار دولار دي صافي الاحتياطي بتاعك. ده طبقا مصادرنا البنك المركزي المصري، كل اللي حيلتك تملكه من حطام الدنيا 7 مليار دولار بس بس بس، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. لازم حل، حد يفكر في حل سريع، حد يفكر في حل من غير ما يبيع مخدرات للناس. لا، عايز حل بقى من حل بتاع النظام ده، هتاخد مخدرات، تاخد حاجات كويس قوي. احنا في الحالات اللي زي دي كنا محتاجين ناس تفكر بره الصندوق، انما الحقيقة ان السامسونج اشتغلوا كلهم خبراء اقتصاد وحطوا حلول من جوه الصندوق. مثلا عندك احمد موسى، احمد موسى ودماغه العالية رفع شعار اللي يتكلم نحبسه. يا خبر ابيض، وده حل؟ اسمع كده. بزور دول عربية شقيقة كثيرا، لما بزورهم ممكن مواطن عنده أسعار غالية في بلده ودول غنية فيفضفض معاك. طب انتوا بتقولوا ده على الموقع؟ قالك لا يمكن. قالك مين اللي يقول ده؟ اقدر اكتب على تويتر ولا اكس ولا فيسبوك انه عندي سعر لتر البنزين زاد كام ولا اسعار غليت كذا؟ قال لي جيبوني من البيت. بديكوا حاجه بسيطه، ما بالك حد يطلع على الاعلام يتكلم كده؟ انا مش عارف احمد بيجيب الثقه دي منين. يعني منين بلد غنيه والناس فيها بتشتكي؟ يعني السعوديه مثلا، الكويت مثلا، الامارات، بيجيب الثقه والاداء، اداء اللي فيه ثقه. بزور بلاد عربيه كتير، قابل ناس، جبت الثقه دي منين؟ الناس في الامارات بتشتكي من الاسعار. الناس بص الاداء، بزور بلاد عربيه كتير، ما اعرفش هو بيعمل ليه كده. يا احمد يعني ايه انت عايز اللي يتكلم في الاسعار يتحبس يعني؟ سيبك من احمد موسى، نروح لخير رمضان اللي رفع شعار بتوع قريش وقال لك نحن غرابعك، وقال لك امنعوا الحج والعمره لان هم دول سبب الخراب. اسمع كده. احنا من اكتر الدول اللي بيسافر منها ناس للحج، يعني الحج تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي او قرعه حوالي 60,000 70,000 كل موسم. لو حسبناهم هنلاقيهم معديين 100 مليون دولار. طب بيسافر في العمره قد ايه؟ المتوسط في السنه للمصريين 500,000. انا عايز اقول لكم ان في عمرات دلوقتي ب 250-300,000، وفي حج بيوصل لمليون جنيه غير اللي ب 200,000. لو حسبنا المبالغ دي واحنا طول السنه الناس من عندنا بتطلع، هنقول ان في حاجه غلط. الحج من استطاع اليه سبيلا، شخص ومره في العمر. في ناس بتسافر 20-30 مرة، العمره مره، واللي قادر يروح مرتين. لكن لما تبقى بلدي في ازمه، مصر في أزمة حقيقية، لازم أقول أنا هوقف العمرة لمدة سنة. مش هنروح النار على فكرة لو ما عملتش عمرة السنة دي، حتى لو مت وأنا كانت فيديو كويس. أنا ما أعرفش إيه علاقة الحج والعمرة بالدولار، وأنا لا رحت حج ولا عمرة. بس فعلا بجد والله، هو أنا بسأل يا جماعة، بسأل محدش يمسك عليا ويقول لك صحيح مصر ما تصدقش. أنا بسأل إيه علاقة الحج والعمرة بالدولار؟ إلا إذا كانت السعودية العملة بتاعتها الدولار. إيه علاقة الحج والعمرة بالدولار؟ ده مبدئياً السؤال ده يهمني أنا. فالإخوة المشاهدين الكرام لو حد عنده إجابة يقول لي ما علاقة الحج والعمرة بالدولار، أكتر خيره يبقى أضاف لي معلومة. اللي أنا أعرفه آخر معلوماتي طبقاً لسنة 23 إنه السعودية بتتعامل بالريال. وبالتالي اللي عايز يسافر السعودية بيغير للريال. لأنه هيروح السعودية مش هيصرف دولار، هيصرف ريال. الا اذا كانت الكعبه نقلوها في ايسلندا او نقلوها في الاتحاد الاوروبي او نقلوها في واشنطن، انا ما اعرفش. دي اول حاجه. ثم الحاجه التانيه، 60,000 واحد هيسافروا او بيسافروا الحج،
دول هيوفروا لك كام يا اخ خيري؟ ما هو ده خيري بتاع البطاطين. حد فاكر خيري لما جات لنا بطاطين اعانه وقعد يقول بطاطين ناعمه وحلوه؟ هو انت يا خيري ما بتسكتش خالص، ما بتهمتش؟ قال لك بيسافروا 500,000 واحد للحج والعمره، يعني الحج 60,000 و نص مليون بيسافروا سنويا للعمره. دول بيكلفوا دولار كام؟ والله العظيم انا بسال بصدق، ما علاقه السعوديه او الحج والعمره اللي في السعوديه بالدولار؟ اللي يعرف يقول لي. انا ما اعرفش ان واحد عشان يحج يروح يغير مصري لدولار عشان يروح السعوديه يصرف بالريال. انا ما اعرفش، ما عنديش فكره، الا اذا كنا بنلم ريالات بقى، ده موضوع تاني. الناس علقت لخير رمضان عموما، يعني ادي تعليقات الناس جايز الاقي فيها. الاعلامي خير بيبتكر حل جاز الازمه الاقتصاديه وانقاذ الجنيه من التدهور، يقول لك يجب منع، ومش هتروح النار لو ما عملتش عمره حتى لو مت لان نيتك. التعليق لكم ده حساب باسم نجوى، دي البدايه ثم الحج لمده سنتين ثم الصلاه ثم الصيام ثم فيش دين اسمه الاسلام، واحنا هنغيرها من عمره الى رحله سياحيه للسعوديه ونعمل عمره ويكتبها الله على نوايانا. انتظروا غضب الله قادم طوفان. الناس بتضحك، انا ما حدش قال لحد دلوقتي ايه علاقه الحج والعمره بالاسمه ايه بالدولار. والله ابي الحزم بيقول لك لا جديد يذكر في هذا، دأبهم كل بلدان وهذا معلوم منذ زمن، لكن الامر اصبح ظاهرا اليوم. اما ان يقال نلغي الضرائب وتعطي اراضي للاصلاح ويمنع الاستيراد ما لا يحتاج له، تتهم بالفلاحه والصناعه الى اخره. يعني انا برضه حتى الان ما حدش جاوبني، وهذا سؤال للاخوه الاقتصاديين. الدكتور مصطفى شاهين حد يكلمه؟ حد يكلم حد راح الحج والعمره قبل كده؟ هو انت بتغير بالدولار؟ انا ما اعرفش والله، لكن هو ده خيري. فاكرين خيري بتاع البطاقه؟ هو ده. فاكر خيري؟ اتفضل كده. حاجه الاسكا خالص، بطانيه بجد، بطانيه تقيله وطبقتين تقال، بطانيتين في بعض يدفوا حلو قوي. كتر خيركم، احنا بنشكر اخواتنا واهالينا اللي بره اللي فكروا في اخواتهم في مصر واللي استجابوا لدعواتنا. دي كانت دفعه بطاطين جايه من الخليج، ما هو ده خيري.